يقول على لفتتك يا الحر النداوي وردت الجم من صافي قراحة ونلي من ثلاث شهور طاوي كلام ما عرف تطلق صراحة العينك وانت ذخري والعزاوي نويت أخذك بفكاري سياحة العالم فيه يا شاهر حكاوي وانا خايف عليك من انفتاحه إذا ما كنت للأمجاد هاوي فمجد المرء يأتي من كفاحة وفي دربك تخير من تخاوي من الأصحاب والفرصة متاحة تخير صاحب للطيب حاوي معك يمشي على صدق وصراحة البيت الله يعجل بالخطاوي وتقوى الله سروره وانشراحه بشوش حجاج لهمومك مداوي خفيفة ظل حتى في مزاحة حكيم الراي في وقت الدعاوي تبين وقفته عرفة ورجاحة يبيع النفس من دونك فداوي وعن نصرتك من يكبح جماحة على شرواه كثر بالمناوي ومن يظفر بمثله يا نجاحة لأن الصاحب اللي ما يساوي بنفسه صاحبه تركه فلاحة فلاحة راي وافهم علم راوي عطاها الله شيء من الفصاحة يدندنها على حلوة الغناوي نصايح طيرها رفرف جناحة إذا ودك تجي بالدل ضاوي ودل المرء من أنكى جراحة تخير صاحب للغي غاوي دروب خوف ما يا من مطاحة حياتك كلها بين القهاوي يدوج من استراحة لاستراحة وتال الليل جال البيت خاوي ولا تعرف مسائه من صباحة على هرجة تخاله ذيب عاوي وقت الجد ما تسمع صياحة ليا جادل يجيلك بالفتاوي وهو مدرك حرامه من مباحة أناني طبع لجل الذات قاوي يعوض طفل ويسوي مناحة ليا منك نخيته جاك ثاوي معاذيره نسي ياخذ سلاحه مثل هذا يجي دون الهقاوي تعده واطلب الله في صلاحه مخاواته تجرك للبلاوي مراحم قيط عن عينك مراحة تجنب طرقته لا صرت ناوي على درب تدور فيها راحة نصيحة وانت تعرف من تخاوي من الأصحاب والفرصة متاحة.